صادف وأن حصل لك موقف في حياتك ثم تذكرت أن هذا الموقف قد مر عليك بكل حادثته وتفاصيله؟ الرؤى والأحلام كيف تحدث للإنسان؟ هل عندما يراها الإنسان في منامه يكون في بعد آخر غير الذي نعرفه؟ وإذا كان في بعد آخر فكيف تتحقق في واقعنا؟ تابعوا معنا أعزائي المشاهدين لنتعرف إلى بعض أسرار الله في خلقه. وقت النوم لا يشعر الإنسان بجسده، مهما عمل من تصرفات فهو فاقد للوعي، فلا يحاسب على أعماله، لأن نفسه ليست بجسده ووعيه ليس حاضرا، فلا يشعر بالزمن ولا يشعر بالمكان، لذا فالنوم يعتبر موت جزئي. ولهذا أخبرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أن القلم مرفوع عن النائم، فهو لا يحاسب على أعماله وهو نائم. وإذا تأملنا في حالة وفاة الإنسان نجد أنه يرى كل ما يحيط به، يرى روحه تخرج أمام عينيه، وأيضا تتنشط الذكريات فيرى ذكرياته جميعها أمام عينه للحظات، ويرى جسده ولا يشعر به ولا يستطيع التحرك، لأن النفس فقدت سيطرتها على الجسد، فهو يرى كل شيء حوله لكن بدون حواس. وكذلك الأحلام، نجد الشخص يحلم بأشياء حقيقية تحدث له، ويذهب إلى أماكن يجدها واقعية، ويسبح بالعوالم الأخرى، لكن جسده لا يشعر بأي شيء حوله. وقد وجد العلماء أن النفس مرتبطة بحبل غير مرئي إلى جبهة الإنسان عند النوم، ووجدوا أن الجسد يعتبر كالثقل الذي يربطها ويحبسها بداخله، وتظل الروح بالجسد، وهذا ما يجعل الشخص فاقد الوعي لكن يتنفس وما زال حي. وهذا الارتباط بالجبهة يفسر لنا لماذا وقت النوم نتذكر الأحلام ونفهم الرسائل ونفك الرموز بها. إن ملكا من الملائكة هو الذي يعرض المنامات على مكان الإدراك من النائم، فيمثل له صورا محسوسة يراها، فتارة تكون تلك المنامات قد حدثت في الواقع منذ زمن فتكون عبارة عن ذكريات، ومرات تكون لمعاني ليست موجودة الآن وإنما ستقع لاحقا، وفي الحالتين تكون مبشرة أو منذرة. الأحلام تنشأ عن تفاعل معقد بين مناطق مختلفة من الدماغ، فالقشرة المخية مسؤولة عن معالجة المعلومات والتفكير، والجذع الدماغي ينظم الوظائف الأساسية للجسم مثل التنفس ومعدل ضربات القلب، أما الحصين فهو المسؤول عن تخزين الذكريات، واللوزة الدماغية تقوم بتنظيم المشاعر، فجميع هذه الأجزاء تقوم بوظيفة واحدة في وقت واحد، فهي عملية تواصل بين العقل نفسه وبين أجزائه. والعوامل الخارجية التي تحدث أثناء نومنا مثل الأصوات أو الضوء يكون لها دور كبير في تحفيز الأحلام، وهناك اختلافات في طرق الأحلام بين الأشخاص بحسب تجاربهم في الحياة وبحسب ما مروا به من أشياء. وقد أخبرنا رسولنا الكريم أن الأحلام ثلاثة أنواع، قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا ثلاثة، منها أهاويل الشيطان ليحزن ابن آدم، ومنها ما يهتم به في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤيا التي هي جزء من النبوة هي الرؤيا الصالحة، وهي بشارة من الله تعالى وتدل على خير يصيب الرائي، فيجب شكر لله تعالى عليها وعدم الأخبار بها إلا لمن نحب. أما الرؤيا التي فيها أهاويل فهي رؤيا من الشيطان، تكون مصدر قلق وخوف، ويجب على الرائي تجاهلها والاستعاذة،
أما الرؤية التي تعكس أفكار الرائي ومشاعره وانشغالاته وما يهتم به في اليقظة هي عبارة عن حديث النفس، وتكون الرؤيا عبارة عن رموز للتعبير عن معاني عميقة وقد لا تكون واضحة للرائي في البداية، ولتفسيرها تتطلب معرفة تامة بالرموز ودلالاتها في مختلف الحالات. هذه الرموز والدلالات تختلف من شخص إلى آخر، كلما كان الشخص صالحاً كانت رؤياه صادقة أكثر، ولهذا حين رأى يوسف عليه السلام أن الكواكب ساجدة له كانت رموز وعلامات، ولأنه كان صالحاً عليه السلام من الصالحين وقعت كما رآها، وحين وقعت رؤياه كان تفسير رمز الشمس والقمر أبوه وأمه، وكان تفسير رمز الكواكب إخوته. وهنا سؤال، إذا كانت الرؤيا تقع كما هي للصالحين فقط فكيف وقعت للعزيز حاكم مصر وهو في ذلك الوقت كان كافر؟ قال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. إلى آخر الرؤيا، فحدثت رؤياه كما رآها. والجواب أن الرؤيا لها 4 أحوال: رؤيا الأنبياء، ورؤيا الصالحين، ورؤيا بقية المسلمين، ورؤيا الكفار. أما رؤيا الأنبياء فهي صحيحة لأنها وحي من الله، ولهذا حين رأى إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ولده قام على الفور وأراد أن يذبحه. حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يديه سوارين، أولهما بكذابين يخرجان بعده، وكان هذان الرجلين هما مسيلمة الكذاب صاحب اليمانة والأسود العنسي في اليمن. الرؤية الثانية وهي رؤية الصالحين والغالب عليها أنها حق وصدق ورموزها صالحة للتعبير. أما الرؤية الثالثة فهي رؤية بقية المسلمين، فهذه قد تصدق في بعض الأحيان وقد لا تصدق. ورؤيا الكفار فهذه في الأصل أنها رؤيا كاذبة ولا تصدق، وهذا الأكثر والأغلب فيهم، وقد تكون صحيحة لكن فيما ندر.